وبعدين ردوا بقى يا فندم، ردوا المحكمه، جت امام دائره رد، قبلت الرد، ودي بتبقى حالات يعني في تاريخ القضاء المصري حصلت 3-4 مرات في تاريخ القضاء كله، في تاريخ القضاء كله، القضاء كله يا فندم. قبول الرد، قبول الرد يا فندم، ده ما بيتقبلش خالص. ولا الزمن، قبول الرد، سيبك من الموت، قبول الرد ليه بقى؟ لانها كانت في تاريخ القضاء المصري في تاريخ القضاء المصري يا فندم مفيش قبول، ما يحصلش قبول رد خالص. ليه؟ لان قبول الرد يعني عدم صلاحيه القاضي للفصل في القضيه، بس دي ما بتحصلش. ايوه يا فندم، هو محمد ناجي شحاته، بص يا فندم، في عدد كبير جدا لا يا فندم، هات لي هات لي يا فندم، لا في فرق بين ان انا اطلب الرد فالمحكمه تتنحى، وان يفصل في الرد بقبول الرد. يفصل في الرد بقبول الرد، دي حالات معدوده على الصوابع. في حاله، في حاجه اسمها رد وفي حاجه اسمها مخاصمه. المخاصمه في تاريخ القضاء المصري مرتين منذ سنه 1932 لغايه النهارده. الرد دي رابع حاله انا اعرفها في القضاء المصري، يعني عرفت في العصر الحديث كله. فتم رد عشان تم قبول رد المحكمه لاسباب ستوضح في حكمها اللي هيطلع اليومين دول، هيكتب لنا ايه اسباب. ولكن انا بقول لحضرتك ان من ضمن جت راح اتعرضوا على وعرضوا على دائره اخرى محترمه موقره للنظر في اخلاء سبيلهم. فالدائره الاخرى قالت لهم ايه الكلمه الطبيعيه جدا، الاساتذه المحاميين الاستاذ فريد ديب والاستاذ ابو شقر واقفين بيترافعوا، قالوا لا ما تكلميش في الحبس الاحتياطي، التقرير بيقول ايه؟ نفس الكلمه، الكلام اللي مش منطقي، التقرير بيقول الناس بريئه، تقرير الخبراء، التقرير الخبراء اللي انت حلت ليهم خبراء على مستوى ايه، فداهم افراج، فداهم افراج يا فندم، وحدد جلسه 20/11 لنظر الموضوع، هي نفس الدايره اللي هتنظر القضيه. خلاص الدايره الاولانيه اللي ودت لنا حكم تمهيدي واللي حبست خلاص كده ملهاش اي دور بعد قبول الرد، هيبتدي القضيه من اول وجديد، نبتدي بقى يا فندم، مش القضيه من اول وجديد، هيكمل على اللي موجود امامه من اوراق كامله، من تقارير كامله، من كل شيء.